انا عندي شيء ثابت معايا اسمه المادة، بيبقى لهم مجموعة من الصور والاشكال المختلفة اللي بيبقى موجود عليها، بنسميهم حالات المادة. المادة بتتواجد في 10 حالات، 3 منهم بس المشهورين اللي هم الصلب والسائل والغازي. في الحالة الصلبة الذرات او الجزيئات بتبقى قريبة من بعضها واخدة شكل منتظم، والروابط ما بينهم قوية، ومفيش ذرة تقدر تسيب ايد زميلتها وتخلع، لكن على اقصى تقدير الذرات بترقص وهي واقفة في مكانها. في الحالة السائلة بقى الذرات او الجزيئات بتبعد عن بعضها اكتر، والروابط ما بينهم بتبقى اضعف، والذرات مش بترقص في مكانها بس، ده بيتزحلقوا على بعض كمان. انما بقى في الحاله الغازيه الذرات بتبعد عن بعضها جدا، والروابط ما بينهم بتكون ضعيفه او تكاد تكون منعدمه، وكل ذره بتمشي على حل شعرها. لكن لازم اعرف حاجه مهمه، ان انا ما اقدرش اقول على الماده صلبه او سائله او غازيه في المطلق كده واسكت. لازم اقول الماده دي بتكون صلبه في الظروف الفلانيه، او سائله في الظروف الفلانيه، او غازيه في الظروف الفلانيه. على سبيل المثال لو جيت سالتك وقلت لك الميه صلبه ولا سائله ولا غازيه، لازم ترد عليا مباشره وتقول لي سؤالك لا يصلح يا افندي، تقصد الميه في درجه حراره كام؟ ساعتها هتوتر وابلع ريقي واقول الواد ده شكله فاهم، بس هتغاضى على النقطه دي واقول لك يعني على سبيل المثال في 80 درجه مئويه. رد عليا مباشره بعدها وتقول لي عند ضغط كام بقى؟ طب واهدى الذي كفر، الموضوع كده خرج من ايدي، انت كده عديت الفلنكات. لكن هرجع واقول انت معاك حق برضه، صحيح الميه بتغلى عند 100 درجه، لكن ده في الضغط الجوي. لو الضغط كان اقل من الضغط الجوي عادي جدا الميه تغلى عند 90 و80 و70 و60 درجه كمان. نفس الوقت احنا لو كائنات فضائيه وعايشين على كوكب زمروده مثلا، وكوكب زمروده درجه حرارته 5000 درجة مئوية والضغط عليه يعادل 10000 مرة قد الضغط الجوي، فطبيعي انك تلاقي الماس في صورة سائلة هناك، على الرغم ان الماس اصلب مادة على سطح الارض. عارف 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 عارف، بغض النظر عن الجرافين طبعا. القصد يعني ان المادة بتبقى صلبة او سائلة او غازية على حسب الظروف اللي بتتواجد فيها، والموضوع ما بيمشيش بالحب. انما بقى لو مشيناها حب كده وصنف صو واعتبرنا مرجعيتنا درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي، فنقدر نقول بقلب جامد ان المية في الظروف دي بتبقى موجودة في صورة سائلة. لحظة واحدة بقى، خلينا نسأل أسئلة مهمة الأول. ايه بقى الحاجات اللي بتحدد سلوك الماده وبتخليها صلبه او سائله او غازيه؟ السر هنا في الانترموليكولار فورسز، او الروابط اللي بتتم بين جزيئات الماده. على سبيل المثال في المركبات الايونيه بيحصل فصل كامل للشحنات، جزء سالب وجزء موجب، الموجب بيقرب للسالب والسالب بيقرب للموجب، والنوع ده من الروابط بيبقى اقوى انواع الروابط البين جزيئيه، وبيخلي الماده صلبه زي ما بنشوف في كلوريد الصوديوم او في الملح، وبيسموه ايون دايبول مومنت. في المركبات التساهميه بقى بيحصل فصل جزء للشحنات، لذلك الروابط ما بينها وبين بعضها بيكون اضعف من الروابط الايونيه، والماده بتميل انها تكون في الحاله السائله زي الروابط الهيدروجين اللي بتحصل ما بين جزيئات الميه، وبيسمى النوع ده من الروابط الدايبول دايبول مومنت. اضعف قوه بتربط بين الجزيئات وبين بعضها اسمها قوه فاندر فيلز، ودي بتحصل لما الماده ما يكونش عليها لا فصل كلي ولا فصل جزئي للشحنات. اللي بيحصل ان الالكترونات بتتوزع بشكل غير متساوي حوالين النواه، جزء بتكتر فيه الالكترونات ويبقى فيه ريحه السلبيه، وجزء بتخف من عنده الالكترونات ويبقى فيه ريحه الايجابيه. القوه دي بتبقى ضعيفه جدا ومبتقدرش تقرب الجزيئات منها وبين بعضها، والجزيئات بتبعد عن بعضها، والماده بتميل انها تكون في الحاله الغازيه زي الهيليوم. لما بنرفع درجه الحراره بقى بنزود طاقه الحركه للجزيئات، والجزيئات بتقدر تتغلب على الروابط اللي بينها وتبعد عن بعضها وتتحول من صوره للثانيه. على سبيل المثال لو جبنا الميه والملح والهيليوم وحطيناهم في درجه حراره الصفر المطلق او سالب 273 سيليزيوس، هنلاقي ان الثلاث مواد موجودين في الحاله الصلبه حتى الهيليوم، لان في الصفر المطلق الجزيئات ما بتتحركش، وبالتالي ما بتقدرش تتغلب على اضعف الروابط وهي قوه فاندر فيلز، وبالتالي المواد بتميل انها تكون موجوده كلها في الحاله الصلبه. واللي مش عارف يعني ايه صفر مطلق يبقى يرجع لحلقه الصفر المطلق تاني. درجه حراره واحده فوق الصفر المطلق هلاقي ان الهيليوم باع القضيه وكت وتغلب على قوه فاندر فيلز وتحول من الحاله الصلبه للحاله السائله. درجه حراره كمان هلاقي ان الهيليوم بيتحول من الحاله السائله للحاله الغازيه، في حين ان الميه هتحتاج 274 درجه عشان تتحول لسائل، و374 درجه عشان تتحول لغاز او بخار، لان الروابط في الميه اقوى من الروابط في الهيليوم. انما الملح بقى يحتاج 1000 درجه عشان يتحول بس من صلب لسائل. وبكده يبقى الحراره او البروده هم اللي بيتحكموا في الحاله اللي بتتواجد عليها الماده. طب التسخين الشديد قوي او التبريد الشديد قوي ممكن يعملوا ايه في الماده، وايه هي باقي الحالات العشرة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه.